أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي اليوم أن الحكومة المصرية لا تنوي إقصاء الإسلام السياسي عن الساحة المصرية، بل تطمح إلى مشاركته في المعادلة السياسية. وجاءت أقوال الوزير المصري الذي يقوم حاليا بزيارة لباريس ضمن مقابلة خاصة أجراها مع قناة i24 News. لا شك أن مصر تريد استعادة مركز الريادة في العالم العربي، وهذا المركز أغلب الوقت في تاريخ المصري لم يستند في الأساس للقيادة أو الدعم المادي للآخر، إنما كان أساسا في الريادة الفكرية، الريادة الحضرية في السياسة الاقتصادية الاجتماعية في العلاقات الدولية وغير ذلك. إذن نعم، نريد أن نكون المثال الذي يحتذى به في الشرق الأوسط. لن نحاول إقناع الآخرين بتجربتنا، لن نحاول نشر آرائنا في مجتمعات أخرى، سنترك لكل مجتمع أن يحدد أساليبه، إنما بإعطاء القدوة والمثل الجيد للتوازن الحقيقي بين الديمقراطية والاستقرار، بين السوق الحرة أو اقتصاد السوق والعدالة الاجتماعية والعلاقة بين الطبقات المختلفة في الشعب. هذا هو المثال الذي يجب أن نطرحه على الآخرين. الهدف إذن ليس إعطاء مثال يتم من خلاله إقصاء طرف بما في ذلك ما يسمى بالإسلام السياسي إطلاق، إنما نريد إسلام سياسي يشترك في المعادلة السياسية المصرية في إطار معادلة تعكس أنه الإسلام السياسي يقبل الطرف الآخر، أي نعم بمعنى تيارات ما يسمى بالعلمانية أو الليبرالية، وفي المقابل احترام التيارات الليبرالية أو العلمانية للإسلام السياسي. طالما هناك طالما لا يتم إقصاء أي منهما نستطيع أن نجد المعادلة السليمة. خطأ الإسلام السياسي العام الماضي كان في أنه حاول أن يقصي الغير إسلاميين عن المعادلة السياسية، وهذا شيء مستحيل أن يتم بعد عام من ثورة خرج لتحقيقها 10 ملايين من المواطنين المصريين.